شدادي جيت لي جات دا اشتغل اشتغل بس بعد دا نعيش. امي مريضه وابوي زاد يشتغل نفسنا. قال والله نجي ننبش بالكوام من الفجر نجي ونروح نبيعن قواطم، ما قواطم نبيعن تا نعيش. نطلع من الصباح انا وابويا واخواني تا نطلع لنا من الصباح 3000. هذا اللقطين بالمكبات نحاس لايلون تا نشتغل ناكل تا نعيش. عمل الداد اجي مسافه شي 10 كيلو متر من الصبح سلمه وارجع ب 12 وحده ابيع واطلع عليها. شو تطلع يوميا؟ 5 6 4 حسب ما الله يرزق. ما عدنا حدا يشتغل، ابوه شايب واحنا بدنا نعيش اخوان صغار. والله احلام كثير يعني مثل استاذ، بس ما نقدر يعني بدنا نشتغل بين ما الله يفرجها. نجي من الصبح والله قصبا عنا نجي ما العيش، نريد عيشه، جوعانين مرضانين قصبا عنا بدنا نجي. والله امراض كورونا هاي هي عندنا، شو بدنا نسوي؟ والله من الصبح نجي مرضانين جوعانين، والله نجي على البيت والله جوعانين ما عندنا شيء نقدر على العيشه. واحنا 8 6 بنيات ما نقدر والله على العيشه، شو بدنا نسوي؟ نفسنا بنيات بس شو نسوي؟ نروح على زفات، نروح على شيء والله حرام، حتى ما نلبس شيء زين.